الست هدى بتتكلم عن القرض وان هم اقترضوا عشان يجيبوا سيارة، وبعد كده جابوا فيست المشتريات وما التزموش بالسداد، فاصبح هناك تراكم. فالناس بتقول لهم انه ده عشان انتوا خدتوا قرض ودخلتوه على نفسكم يعني وبال الاقتراض. هو المقرر ان القرض الشخصي زي ما احنا دايما بنقول لحضراتكم، القرض الشخصي ممنوع الا عند الضرورة او حاجة، لان الحاجة بتنزل منزلة الضرورة. ما دامت الحاجة دي كانت متحققة وموجودة واحنا مش عارفين يعني نعيش وعايزين نزود او يبقى في دخل عشان نقدر ان احنا نعيش، فلا اسم على من اضطر الى فعل ذلك، من اضطر الى فعل ذلك، لان الله تعالى علمنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. لكن مش معنى ذلك انه الانسان يستهين بمبدأ السداد. ما انا ممكن نيتي اخد وما رجعش، او بقى زي ما ان شاء الله ربنا ييسرها وبقاش انا دارس الموضوع ازاي. نفس القصه يعني مش دارس انا هسد ازاي، فده استهتار بهذا الدين وبقى انا كبلت نفسي. وكان ينبغي برضو في السداد لفيزا المشتريات في الوقت المحدد من جهه البنك اللي هم بيدوه المهله اللي بيدوه عشان ما تقعوش في الممنوع، وده كله من عدم ترتيب الامور في السداد. وسألوا الله سبحانه وتعالى المعونة وترتيب أمر السداد، وأن ربنا يعينكم على جدولة السداد لهذه الفيزا، ونسأل الله العافية. لكن مش إحنا المؤمن بيستعمل عقله، المؤمن كيس فطن، مش كده شغال عشوائي بيتصرف عشوائي، لا بيفكر. أنا عندي إمكانية لما هجيب العربية بأخد القرض أسد القرض، عندي إمكانية ولا ما عنديش؟ في نفس الوقت لو خدت تمويل بيها عندي إمكانية أسد ولا ما عنديش؟ ولازم أرتب في أسوأ ظروف أنا ممكن أعمل إيه، وفي ظروف المستقرة أنا هعمل كذا، لكن لو في أسوأ ظروف أنا ممكن إيه اللي يحصل معايا عشان ما لا أورد بنفسي ومن معي موارد الهلاك. مسألة أنتم لم تحسنوا التنظيم ولا الترتيب.